اسمي خليل زقندي، مقيم في بلجيكا لمدة 46 سنة، متزوج وأب لأربعة أولاد. المهنة إعلامي ورئيس تحرير مجلة الماروك سلوان بمدينة بروكسل. خديت المبادرة باش نكتب ثلاثة ديال الرسائل اللي وجهتهم السيد عبد الإله بن كيران الوزير الأول ديال الحكومة المغربية، السيد محمد حصاد وزير الداخلية لنفس الحكومة، والسيد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات بالحكومة ديال صاحب الجلالة محمد السادس. هذه الرسائل كنطلب وكنأكد من هاد ثلاثة ديال الوزراء ومن خلالهم الحكومة المغربية بالضرورة ديال تنزيل بنود ديال الدستور اللي كينصوا على الحق ديال المغاربة ديال المهجر، مغاربة العالم، الحق ديالهم في التصويت في الانتخابات التشريعية المقبلة ديال 7 أكتوبر. وفي نفس الرسالة ومشاورة مع المحامين ديالي هنا في بلجيكا وفي المغرب، كنعطي إنذار للحكومة المغربية أنها في حالة ما إذا ما نزلتش هاد البنود اللي كيسمحوا لينا هنا في المهجر باش نصوتوا كمواطنين كاملين الحق في المواطنة، أنا غادي نرفع دعوة وغادي نطعن نهار 8 أكتوبر يعني لغد ليه ديال هاد الانتخابات في النزاهة وفي الشرعية لهاد الانتخابات هذه أمام المحكمة الدستورية المغربية. وبالتالي كنطلب من جميع المغاربة اللي موجودين في المهجر واللي موجودين في الداخل واللي كيأكدوا بأن هذا الحق هذا حق دستوري أنهم يتضمنوا مع المبادرة هذه وأنهم يلتمسوا نفس الطلب بالنسبة للحكومة المغربية ديال السي عبد الإله بن كيران. هذه هي التوصيل ديال الرسالة اللي صيفط ثلاثة ديال الوزراء، هذا ريكوموندي اكوزي دو ريسبسيون اللي صيفطو نهار 8 في الشهر، والدليل على أن الرسالة مشات وصلت أنني طلعت على أن الرسالة وصلت في الإنترنت من خلال السيت ديال لابوست البلجيكية، وبالتالي هذه الرسالة كيخصها يوقع عليها جواب.